قوام المنطق هو الحجج، وقوام الحجج هو القضايا. في الحلقات السابقة ناقشنا بقدر من التفصيل أساليب اللغة المستخدمة عند صياغة القضايا، لكن اللغة أحد أدوات صناعة الحجة. الأداة الأخرى هي التركيب أو العلاقة بين قضايا الحجة. الحجج الاستنتاجية deductive arguments هي الجدليات التي تدعي أن قضايا المقدمة تبرهن بما لا يدع مجال للشك على النتيجة، أي إن البرهان مطلق حول حقيقة نتيجة الحجة إن صح ادعاء المقدمة، أي إن كانت قضايا المقدمة حقيقية. إذن لابد من حقيقة النتيجة، وفي تلك الحالة يطلق على الحجة الاستنتاجية صالحة valid. الحجة الاستنتاجية قد تكون في حالة واحدة ممكنة فقط من حالتين، إما صالحة أو غير صالحة. وبالتالي الحجة الاستنتاجية الصالحة لابد أن تبرهن مقدمتها على نتيجتها. ارجع لحلقة أسس علم المنطق. الاستنتاج deduction يسعى لتفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجج الاستنتاجية من خلال وضع طرق وآليات لتقييم صلاحية الحجة. الفلاسفة وعلماء المنطق وضعوا نظريتين أساسيتين للاستنتاج داخل علم المنطق. الأولى هي منظومة المنطق الكلاسيكي classical logic، أو قد يطلق عليها البعض المنطق الأرسطي aristotelian logic، نسبة لمؤسس المنظومة الفيلسوف الإغريقي أرسطو أرسطاطو. والثانية هي منظومة المنطق الحديث modern logic، أو المنطق الرمزي symbolic logic، التي تطورت خلال القرن التاسع عشر والعشرين. جوهر المنطق الكلاسيكي أو منطق أرسطو هو أنواع القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو منظومته المنطقية: القضايا الكلية الموجبة كاف ميم A، القضايا الكلية السالبة كاف سين E، القضايا الجزئية الموجبة جيم ميم I، القضايا الجزئية السالبة جيم سين O. هذه هي القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو كل القواعد المنطقية التي تعرضنا لها. لو لاحظت في تلك القضايا معامل الكيف والكم دائما يشير إلى فئة الموضوع، لكن الجمل والقضايا قد تحتوي على مزيج من تلك المعاملات المختلفة لكل من فئة الموضوع وفئة المحمول. لكن أرسطو تجنب هذا النوع من الجمل عند بناء منظومته المنطقية عن قصد. ودلوقتي تأمل الصور الأربعة لقضايا المنطق الكلاسيكي. ما هو يا ترى سر قوة وبقاء المنظومة لآلاف السنين؟ هل هي البساطة أم الاتساق؟ وإن كانت الحجة سليمة، هل يعني هذا أن لها مضمون وجودي؟ وإن لم يكن للحجج مضمون وجودي، ما هي طبيعة الحقيقة الناتجة عن الحجة؟ فكر تاني.